اولا املا الفرح بما يناسب من الكلمات جسم ماده مواد اجسام فينيزيه زجاجيه بلاستيكيه الى الجو توجد ثلاثه اصناف رئيسيه من المواد وهي فينيزيه والزجاجية والبلاستيكية. بلاستيكيه يمكن لماده ان تدخل في تركيب عده اجسام مختلفه كما يمكن للجسم أن تدخل في تركيبه عدة مواد مختلفة التمرين الثاني إملاء الفرح بما يناسب من الكلمة الثانية. موجبة سالبة محايدة ذرات إلكترونات نواة يساوي إذا تتكون المادة من ذرات وهي دقائق متناهية في الصغر تتوسطها نواه مشحونه بكهرباء موجبه تدور حولها الكترونات مشحونه بكهرباء سالبه تكون الضاره محايده كهربائيا لان عدد الشحنات الموجبه للنواه يساوي عدد الشحنات السالبة للإلكترونات املأ الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية أكسيد الحديد الثالث منفدة مسامية تفاعل التآكل ثنائي الأكسجين نبدأ يتكون صدأ الحديد وفق تفاعل كيميائي يحدث بين الحديد وغاز ثنائي الاكسجين والصدا ماده مساميه تتكون اساسا من اكسيد الحديد الثالث الطبقه المتكونه على الالمنيوم غير منفده للهواء وتحميه من التاكل املأ فراغ بما يناسب من الكلمات التالية رموز أيونا موجبا الشحنة الكهربائية أيونا سالبا عندما تكتسب الذرة إلكترونا أو أكثر فإنها تصير أيونا سالبا وعندما تفقد الذرة إلكترونا أو أكثر فإنها تصبح موجبا يعبر عن صيغة الأيون المتعدد الدارات بكتابة رموز الدارات التي تدخل في تركيبه مع إبراز عدد الشحنة الكهربائية أعلى ويمين الصيغة الكيميائية يملأ الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية كربون خطورة الهيدروجين البيئة ثنائي أكسيد الكربون الماء ينتج عن احتراق المواد العضوية في الهواء تكون ماء وثنائي أكسيد الكربون وأجسام أخرى تحتوي المواد العضويه على ذرات الكربون وذرات الهيدروجين على الاقل تنتج احيانا عن احتراق المواد العضويه غازات سامه تشكل خطوره على الانسان والبيئه املأ الفراغ بما يناسب من الكلمات التاليه ينقص بي حمضية محايدة جهاز بي أش متر يزداد ورق بي قاعديه يمكن قياس بي من تصنيف المحاليل المائيه إلى محاليل قاعديه لها بي أكبر من سبعه محاليل حمضية لها بي من سبعة محالي محايدة لها pH تساوي سبعة بالتخفيف ينقص pH محلول حمضي بينما يزداد pH محلول قاعدي يقاس pH محلول بواسطة ورق اي او جهاز اي اش متر ملء الفراغ بما يناسب الكلمات محلول حامض كهيدريك الراسب كاشفا كهربائيا محلول صودا لابراز وجود ايون نضيف اليه كاشفا يميزه يمكن لون الراسب المحصل عليه من تعرف هذا الأيون يكون المحلول الأيوني متعادل كهربائيا صيغة محلول حامض كلوريدريك هي H بلس صيغة محلول الصودا هي ان ا بلوس أو اش املأ <applause> الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية كلور الحديد الثاني ثنائي الهيدروجين فرقها كلورور الزنك اف يجب دو zn لانه دو ان تكون لانه زد ان دو الحديد على دو تكون ثنائي الهيدروجين ومحلول عن تأثير حمض ان تاثير حمض كلوريدريك على الزنك تكون ثنائي الهيدروجين ومحلول كلورات الزنك الصيغه الايونيه لمحلول كلوريد الحديد الثاني هي Fe2+ 2Cl- والصيغه الايونيه لمحلول كلورات الزنك هي زد ان دو دو سي يتم الكشف عن غاز ثنائي الهيدروجين بواسطة فرقعة إن الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية خطورتها ملصقات استعمالها معلومات أكالة قبل انفجار تحمل معلبات بعض المنتوجات الخطيرة ملصقات تحتوي على معلومات تشير إلى نوعية خطورتها وكيفية استعمالها تدل العلامة على أن المادة أكالة وتدل العلامة على أن الماده قابله للانفجار